وكما قلت لك دور كبير قاعد يلعب في جمهور النادي الافريقي اللي صراحه يبهرني شخصيا ويبهر في الناس الكل اللي معناها قاعد الجمهور اللي عاون في فريقه وهذه اهم حاجه. سيابيه قلت لهم الببليك نتاعها كيما ببليك الكلوب افريكان صراحه والله فيدال فريمون في الحاله هذه وشوف ليكيب كمان. حبيت اولا نعلق على سامي اللي قال معناها كل جمهور يلقى الجمعيه نتاعو تلعب معناها يكون حاضر، ماهوش صحيح خاطر ناخذ مثال مثلا جمهور النادي الافريقي، النادي الافريقي عنده 11 سنه ما هز حتى لقب والجمهور نتاعو ديما حاضر، وما نجموش نحكيو على عوده الجماهير بالنسبه للنادي الافريقي. لا لا بالكثافه هذه موجوده. لا فما شيء ايجابي، ثم عبد اخون و و و احنا قلت له كنا نمشيو للاستاد ما نتفرجوش كما الفرجه اليوم، كل دخله وكل حضور وكل الاجواء الكبيره اللي في الملعب تدفع عليها الفلوس. انا تعرف عندي معزته وناس ناس ما يحبوش النادي الافريقي بالامانه، ما يحبش النادي الافريقي مش فريقه، يمشي يقول لي باش نتفرج في جماهير النادي الافريقي فولات فرجه، وبالتالي ما نشوفوش كان حاجه سلبيه حاجه ايجابيه، وانه ملاعبنا توا كانت تمشي تولي تمشي لها الان مكان الفرجه وللتمتع. محمد السيدي وضع خلفيه